أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. يبدو أن افتعال الأزمات في البلاد لم ينتهي بل يتجدد، هذا ما كشفته أزمة الحشد مع الحكومة. فالبلاد تقبل على فصل سياسي وأمني جديد قد يكون السلاح فيصل الحسم فيها، أو قد نمضي لمزيد من الانقسامات وتفاقم الخلافات حتى بين قيادات المكون الواحد. كلما تقدمنا نحو الانتخابات التي بدأ الجدل حول تأجيلها، يزداد هذه الأيام مصحوبا بتهم شتى للكاظم بأنه يسعى لمزيد من الأزمات ليمد عمل حكومته. فما حقيقة طالع البلاد وحظوظها الأمنية والسياسية مما يحدث من خلافات؟ وما حقيقة نوايا الكاظم ومن يؤيده في بسط سلطة الدولة وضبط السلاح؟ أم أن ذلك جزء من خطة إقصاء المنافس الانتخابي؟ كيف سيقيم القوى الدولية الانتخابات بعد الأزمة التي شهدتها البلاد قبل أيام؟ وما موقف النجف؟ ولماذا عادت بث بيانها بأن استجابة المتطوعين لفتوى الجهاد لم يكن لمطامع دنيوية ينالونها أو مناصب يحظون بها؟ ملامح مستقبل البلاد في ظل تصاعد الأزمات موضوع بلا أقنعة هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. كلما اقتربت الانتخابات من موعدها اشتدت الصراعات السياسية، ويدخل البلد فيها بدوامة ما أن يخرج منها حتى يدخل في دوامة أخرى. كل ما يجري هو نتاج الصراع السياسي، التصريحات والاعتقالات شدت الوضع السياسي وجعلته متشنجا يغلي على صفيح النار. اعتقالات لجنة أبو رغيف كانت نقطة البداية، الحكومة ترى فيها بداية للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاربة الفساد. أما الأحزاب السياسية والجهات الموالية لها فترى فيها محاولة من الكاظم لفرض حكومة الطوارئ، أو هي تسقيط لها قبيل الانتخابات. أما حرب التصريحات فهي لجس نبض بعضهم بعضا. تصريح وزير الدفاع بخصوص الحشد الشعبي والفصائل كان استفزازيا لهم، واعتبروه يدخل في بوتقة لي الأذرع. فيما هنالك معلومات عن اجتماع القوى السياسية لبحث موضوع تأجيل الانتخابات، فالوضع غير ملائم كون الاغتيالات والاعتقالات أثرت على أمنها. أما بهاء الأعرجي فقد قال إن الحديث عن تأجيل الانتخابات إكذوبة للتأثير على الشارع العراقي للحد من مشاركته في التغيير. أما الدكتور حسان الشمري فقد قال لن يتم الاعتراف أمميا بالانتخابات القادمة إذا ما وجد فريق المراقبة الدولية، وسنكون بانتظار قرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء العملية السياسية في العراق. فهل سنشهد بداية لنهاية الفوضى قبل الانتخابات، أم إننا سنشهد انهيارا للعملية السياسية؟ رحبوا معي بضيوفي كل من سيادة النائب عبد الأمير تعيبان عضو كتلة الفتح، وأيضا السيد نجم القصاب محلل وباحث في الشأن السياسي، وأيضا اللواء المتقاعد ماجد القيسي مركز السياسات الدولية. أهلا وسهلا بك بضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد تعيبان. خلينا نتحدث، يعني كثير من قيادات الشيعة كانت مؤيدة للسيد الكاظمي بفرض سلطة الدولة، يعني وبالتحديد عدم الاستعراضات العسكرية ما عدا يعني بصراحة كتلة العصائب أو العصائب. شنو السبب أن العصائب تعترض على قرارات السيد رئيس الوزراء السيد الكاظمي، وشنو الانقسامات والخلافات اللي موجودة هذا اليوم في البيت الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم سيدة هيفاء، وتحياتنا لضيوفك الكرام وإلى جمهوركم الكريم. احنا بالنسبة لنا ما عندنا اي مشكلة مع السيد الكاظمي، والسيد الكاظمي هو رئيس وزراء العراق. نعم. وتم الاجماع الاتفاق الجميع عليه، وتم يعني لما حضر لمجلس النواب هو تعهد
بشرطين أساسيين لانتخابات مبكرة وفرض سلطة النظام والقانون، يعني الانتخابات المبكرة وكل ما يتعلق بها. نعم. ومجلس النواب تعهد بإكمال ما يعني طالبت به الجماهير والناس من تعديل قانون الانتخابات، تعديل قانون المفوضية، تخصيص الأموال، وبقت المسؤولية مسؤولية الحكومة. نعم. احنا كأحد يعني تشكيلات الفتح ما عندنا أي مشكلة مع السيد الكاظمي، ولا يوجد أي خلاف ولا توجد أي استعراضات عسكرية أو غيرها، بالعكس عكس غيرنا يعني. نعم. صارت استعراضات في بغداد شبه مسلحة أو مسلحة، بس احنا ما عندنا مشكلة، واحنا من الداعمين للحكومة، يعني لأنه هي حكومة مهمتها هي انتخابات مبكرة، والانتخابات أصبحت قريبة يعني 3 أشهر أو 4 أشهر، ونحن معها. وما يحصل يعني بالفترة الأخيرة هو مشكلة معروفة لدى الجميع وتم حلحلتها، والآن ماكو أي شيء إن شاء الله. نعم. يعني أيضا أنتم أيضا رفضتم طريقة الاعتقال للسيد أكيد طريقة الاعتقال أثارت يعني تشنجات لدى الشارع العراقي ولدى فصائل الحشيد ولدى كتل سياسية معينة، لأن هناك بطريقة تطبيق مذكرات القبض القضائية اللي تخص القضاء العراقي هناك آليات، يعني مثلا كل شخص إلى مرجع إذا كان موظف، يعني هو مو شخص عادي مثلا مدني أو تطلع الشرطة عليه أو المكافحة ويلقون القبض عليه على لأنه أكو مذكرة، هو تشكيل تابع لجهة معينة. وتدرين مثلا هسه أي وزير، يعني وزير اللي هو منصب عالي بالدولة العراقية، إذا صدرت بحقه مذكرة قبض يعني يأخذون رأي رئيس الوزراء. وكذلك مثلا ضابط في الجيش العراقي يأخذون رأي القائد العام ووزير الدفاع. فما دام هو أحد قادة الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية وإلها هيكلية وإلها رئيس، فكان المفروض يعني تتم العملية عن طريق رئيس هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية أو الدائرة القانونية الخاصة بالحشد الشعبي، ويتم جلبه وتسليمه للجهات المعنية. يعني فقط يعني كان خلاف على عملية الاعتقال أو إلقاء القبض. نعم. خليني أشوف السيد نجم القصاب. سيد نجم، ما زالت الأجواء متأزمة حتى الآن، يعني هذه الأجواء المتأزمة بعد اعتقال قاسم مصلح والتهم المنسوبة له، يعني هذه المشاكل اللي موجودة اليوم، البعض يطالب بقانون عادل، والبعض يعتبر أنه إجراءات السيد الكاظمي ربما السباقية قبل الانتخابات، يعني فسروها بتفسيرات أخرى، وأنت شاهدت ما تحدثوا ببعض السياسيين وأيضا الكتب السياسية. تحية لك وإلى الصديق الشيخ وإلى سيادة اللواء ماجد وإلى كل متابعيكم الكرام. أنا أعتقد اعتقال قاسم مصلح طريقين، أما طريق الدولة أو طريق الفوضى، وهذا الاعتقال هو سيجعل الدولة تسلك أحد المسارين مثل ما تحدثت، أما الدولة أو لا الدولة أو الفوضى، وبالتالي دائما القانون يعتبر هو الحد الفاصل بين الدولة والفوضى، والدولة تعتبر إمبراطورية قوانين، وإذا ردتي تعرفين دولة عدل عندما تشوفين بعيني مسؤول قانون، وإذا المسؤول ما تخوف من القانون فقولي هذه دولة فوضى عبارة عن شعارات وعبارة عن سرقات وتجاوزات. أليس المفروض أن نقف مع القانون؟ نعم. عندما يتم التشكيك منذ اللحظة الأولى، عندما يعتقل شخص، يكون أليس هذا التشكيك في القضاء العراقي؟ الكل يعلم القضاء هو سلطة منفصلة عن السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية، وعمل ما عمل في السنتين أو الأشهر الماضية، خصوصا عندما بدأ يحاسب ويجعل مذكرات إلقاء القبض بحق شخصية كبيرة. خليني أنتقل لسيادة اللواء، لأن يمكن عندنا خلل فني بسيط، راح يتم الآن تفادي هذا الخلل البسيط. سيد ماجد، يعني خليني أتحدث رغم كل الاستعراضات اللي حصلت والتصريحات بفرض إرادة الفصائل يعني وأطلاق قاسم مصلح، هناك من يرى
إنه مكسب للكاظمي وزيادة التأييد السياسي والشعبي للسيد الكاظمي وليس هزيمة مثل ما تحدث البعض، يعني بعد دخول البعض يعني ما أعرف بعض اللي دخلوا سيد، بس خلي أسأل قبل ما تجاوبني، اللي دخلوا هم فصائل مسلحة لو دخل الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي. تفضل سيد ماجد. نعم، يعني البعض يشوف النصي مهجم. تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة زاغاروس. الحقيقة هو ليس انتصار للسيد الكاظمي بقدر ما هو انتصار للقانون، أو أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، والقانون الجميع يخضع له ولا حصان لأحد أمام القانون. إذن السيد الكاظمي هو طبق القانون، وهو باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، وجميع هذه القوات هي تأتمر بأمره، وبالتالي حتى قانون الحشد الشعبي لو لاحظت في مواده الأولى والثانية والثالثة كلها تشير إلى أن مؤسسة الحشد الشعبي القانون 40 عام 2016 الذي أقره البرلمان، نعم، بأنه مؤسسة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. نعم. إذن ما يراه القائد العام للقوات المسلحة يجب على الجميع أن يأتمر به وأن يؤخذ به، سيما وأن المادة التي تم اعتقال فيها المطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وهذه المادة طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، نعم، وهذه المادة لا تتحمل استدعاء ومراسلات، وإنما يجب إلقاء القبض فورا أو في المكان والوقت المناسب إذا تطلب. لكن المشكلة اللي تحدث بها الشيخ النائب سيد ماجد يقول لك احنا ما عندنا مشكلة على الأوامر القضائية، لكن كان عندنا مشكلة على الطريقة. يعني عدم إبلاغ هيئة الحشد الشعبي أو الدائرة القانونية في هذه الهيئة، هذا اللي تحدث به السيد النائب. تفضل. أولا هو القائد العام للقوات المسلحة هو من يخصص القوات التي تقوم بهذه المهمة، نعم، والقضاء هو من يحدد المادة التي يحضر بها المتهم أمامه، نعم، وبالتالي المادة التي حددها القضاء. بس هي مو مادة يعني 4 إرهاب، مادة يعني كلش عليها علامات. هي يبقى من القضاء أختي. نعم، هي أختي الفاضلة، هو يبقى من القضاء، نعم، وبالتالي يعني القاضي الذي أصدر هذه المذكرة، مذكرة إلقاء القبض، نعم، هذا هو شأن يعود له احنا. اولا لا نستهدف شخص ولا نستهدف مؤسسة، صحيح، ولكن هذا الموضوع هو خاضع للقضاء، وبالتالي السيد الكاظمي باعتبار القائد العام للقوات المسلحة وقانون الحشد الشعبي لعام 2016، نعم، واضح ويخضع الجميع لسلطته ولأوامره، هو من يحدد الجهة التي تقوم باعتقال الشخص المطلوب على اعتبار أنه لا حصانة في هذا الموضوع، وخصوصا وفق هذه المادة 4 إرهاب، ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن جميع من أتهم بهذه المادة، ومن خلال تجربتي خلال 13 سنة الماضية في مقاتلة الإرهاب، بأنه لم يكن هناك استدعاء لأي شخص مطلوب وفق هذه المادة، نعم، وإنما يتم فورا اعتقاله وفق، نعم، من قبل قوات يجب تخصيصها، نعم، من قبل، صحيح، القائد الأعلى للقوات أو القائد العام للقوات المسلحة. خلي أنتقل لسيادة النائب، يعني يقول لك كل اللي اعتقلوا ضمن فقرة 4 إرهاب يعني تم اعتقالهم بهذه الطريقة، ليش امتعاضكم؟ يعني إذا تعرفون أنه كل اللي اعتقلوهم بهذه الفقرة هي بنفس الطريقة، يعني في السابق وفي اللاحق. نعم. كلام السيد اللواء منطقي جدا ووارد وصحيح، لكن هذا الحادث وهذه الشخصية بالذات اللي هو السيد قاسم مصلح، هناك مشاكل حصلت بهذه الأيام أو قبل أيام، بأنه أصبح القطاع ماله أو القاطع مالته هناك عبور للدواعش، وهناك تم إلقاء القبض على مجاميع للدواعش، وهذه المجاميع للدواعش دخلت تحت حماية أمريكية، فتم اعتراضهم وتم اعتقال القسم من عندهم،
وسببت هذه العملية هو امتعاض لدى الجانب الأمريكي. نعم. وأن خروج القوات الأمريكية أو هاي معلومة شيخ؟ نعم معلومة. يعني دواعش دخلوا؟ معلومة أكيدة، دخلوا من هذا المكان وكان هو معترض يعني ويعترض. الأمريكان دخلوهم؟ الأمريكان دخلوهم تحت غطاء أمريكي. نعم. وحضور قوة أمريكية مع القوة العراقية اللي ألقت القبض على السيد قاسم مصلح، هاي أثارت حساسية لدى الجهة الأخرى اللي هي الحشد الشعبي. نعم. يعني كان بإمكان مثلا، لأنه هو السيد الكاظمي قائد عام لقوات مسلحة مثل ما تفضل السيد اللواء، عنده صلاحيات مطلقة. نعم. والحشد الشعبي جزء من القوات اللي هي تحت المنضوية تحت لواء. نعم. تحت مظلة رئيس الوزراء. تحت مظلة رئيس الوزراء. نعم. كان بالإمكان السيد استنادا لكل يعني مرجعيته مثلا الداخلية، لما السيد القائد العام للقوات المسلحة يريد يصدر أمر مثلا باعتقال حسب مذكرة تفهم لوزارة الداخلية مثلا. نعم. ضابط في وزارة الداخلية، ما ممكن القائد العام للقوات المسلحة أن يتجاوز وزير الداخلية. نعم. وما ممكن إذا كانت هناك مذكرة قبض بحق. نعم. ضابط عراقي في وزارة الدفاع، فما ممكن القائد العام للقوات المسلحة أن يترك وزير الدفاع. لا لكن هاي المادة خطرة أربع إرهاب. وإن كانت يعني قلت لك كل السياقات السابقة تمت في هذا الإجراء. ست هيفاء أكو سلسلة مراجع، ممكن هو القائد العام للقوات المسلحة لكن هاي الجهة أكو رئيس إلها. نعم. ممكن عن طريقه يتم. وإحنا يعني مؤسسة الحشد الشعبي أنت تدرين كل مؤسسة إلها قاضي، وهذا القاضي. نعم. هو مرتبط و معين من قبل مجلس القضاء الأعلى. نعم. ومجلس القضاء الأعلى هو إلى مقبولية لدى الجميع، والقاضي مثلا هنا قاضي للحشد، قاضي للإرهاب، قاضي في الداخلية. نعم. قاضي بالدفاع، فإحنا عندنا قاضي موجود. فكان بإمكان دولة رئيس الوزراء أن يفاتح رئيس هيئة الحشد وأن يلقى القبض عليه ويسلم إلى الجهات المعنية. نعم. وإحنا تم إلقاء القبض على قادة بالحشد من قبل، تم إصدار مذكرة قبض من قبل قاضي. نعم. الحشد. نعم. والآن موجودين بالسجن والكل. نعم. يعرفهم بسبب خروقات يعني تخصهم. نعم. فهاي المسألة اللي ثارت الحساسية واللي تسببت في حصول ما حصل. نعم. يعني خليني أسأل سيد نجم يعني القصاب، يعني تحدث سيادة النائب معلومات يقول لك يعني موثوق منها 100%، يقول لك الدواعش دخلوا للمنطقة اللي بيها قاسم مصلح ومعاهم الأمريكان، فمن دخلوا يعني سوى قاسم مصلح؟ ضربهم؟ سوى منعهم؟ منعهم لأن يقولون ضرب الأمريكان؟ لا لا مو ضرب الأمريكان، القوة اللي طلعت ألقت القبض عليه. لا 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 يعني من دخله والدواعش قلت والأمريكان وياهم المعلومة تحت غطاء أمريكي. نعم. هو موافقة أمريكية وضربهم هو قتلهم؟ لا لا مو ضربهم أو قتلهم، بس هو يعني يعني امتنع عن تنفيذ الأوامر الأمريكية اللي تسمح بدخول الدواعش من القاطع. نعم. وصلت الفكرة، تفضل سيد نجم. ويقول لك من طلعوا ألقوا القبض على السيد قاسم مصلح أيضا قوات أمريكية مع الجيش العراقي أو القوات العراقية اللي طلعت، يقول هذا الامتعاض اللي نحن نشعر به يعني بألم وغصة. تفضل من القوات الأمريكية تدخل في هذا الموضوع. يعني أنا أتفق مع ما تحدث به الشيخ بالشق الثاني عندما قال أن الحشد الشعبي لديه قاضي، وليس الحشد فقط لديه قاضي، كل المؤسسات الأمنية بدءا من جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات، الأمن الوطني، وكالة الاستخبارات، هذه الأجهزة لديها قاضي يمتلك كل الصلاحيات بإصدار مذكرات اعتقال أو استدعاء. وما جرى من إصدار مذكرة القبض هو ليس من مجلس القضاء الأعلى، وإنما من الدائرة الأمنية التي أثبتت لربما أو وصلت معلومات بأن المتهم متهم وفق المادة 4 إرهاب. وأتفق ما تحدث به السيد اللواء، المادة 4 إرهاب ما تتحمل يتم استدعاء الشخص المتهم بغض النظر الانتماء العرقي أو الطائفي أو الحزبي. هل معقول يتم إرسال له قسم من التشريفات داخل مجلس الوزراء؟ نعم. إلى المتهم؟ الأمر الآخر، لا أتفق مع جناب الشيخ بالشق الثاني بأن الأمريكان هم الذين تم الخروج مع القوات الأمنية أو منعهم من الدخول، لأن علينا نتحدث بصراحة، أولا لا يملك القوة
أو الأسلحة المتطورة كالطائرات أو المدافع حتى يمنع قوات أمريكية. القوات الأمريكية قال لك قادوا يفوتون الدواعش وبغطاء أمريكي منع الدواعش يفوتون، هذا كلام النائب. يعني إلى الآن لم يكن هناك الخبر، قد سرب أو قد تأكد طيلة الفترات الماضية. أنا حقيقة لأول مرة أسمع هذا الخبر من جناب الشيخ. الشيخ عندك ما يؤكد هذا الخبر؟ نعم يعني موجود؟ نعم. شيء معروف هذا؟ نعم. الأمر الآخر حتى عندما تم إلقاء القبض على المتهم على السيد، طبعا إحنا الآن أني ولا غيري لا نستطيع أن نقول المتهم مجرم أو بريء، يعني صعب جدا، لأن يعني مو شغلتي قاضي ولا المشاهد شغل قاضي. من يحدد القضاء الذي سيتحقق معه ومن ثم لكل حادث حديث. أما الاتهامات المسبقة بأنني أشوه سمعة المتهم أو أبرئ سمعة المتهم، حقيقة هذا لا نستطيع أن نبني أو نؤسس دولة. علينا أن نبتعد عن المشاعر، عن الانتماء العرقي الطائفي الحزبي الإثني، وبالتالي الحشد الشعبي. أنا حتى أستغرب من بعض الأخوان والأخوات يتهمون الحشد الشعبي. لا، الحشد الشعبي متفق عليه من كل المكونات المجتمعية والسياسية والدينية، قدم ما قدم من تضحيات للدفاع عن العراق وعن العراقيين. لكن علينا أن نميز بين بعض الأفراد، شوف أنا أقول لك بعض الأفراد الذين لهم الوجود القوة النفوذ على بعض المقاتلين. حتى المقاتلين لا نستطيع أن نتهمهم اللي بعض الفصائل المحددة لربما 5 أو 6. نعم. يعني إلى الآن سرايا السلام لم تعترض، يعني الفصائل التابعة الأربعة المرجعية لم تعترض. إذن لربما بعض الفصائل، البعض هنا وليس الفصائل، من مسؤول على هذه الفصائل، لربما لدواء انتخابية أو لخلافات سياسية مع الحكومة. بالتالي اليوم علينا أن ننتظر ولا نستطيع أن نسبق الأحداث، ونتمنى أن يكون بريئا حتى يثبت براءته أمام القانون. وإذا كان مذنبا لا بالتأكيد لم نقف معه، نقف ضده ومن يدعمه، لأن هذا قانون. من جهة يطالبون الحكومة بإدخال الشركات واستقطاب العاطلين عن العمل، لدينا مئات الآلاف من العاطلين من الخريجين يبحثون عن عمل، عن فرصة عمل. شلون تدخل لك الشركات للمدن العراقية في ظل هذه التهديدات والتنديدات والتدخلات الخارجية؟ أنا أتمنى أن نفكر بالعراق وننطلق من التسامح، من التنازل، من قبول الآخر، ونفكر بمصلحة الشعب والناس قبل أن نفكر. خليني أشوف رأي اللواء سيد ماجد. أريد أعرف شنو رأيك بتصريحات وزير الدفاع يوم أمس عندما صرح عن إمكانية الجيش، وأيضا يعني تحدث كلام قال لك 40 سيارة وشالة أحادية ما تخوفنا، يعني وإذا ردنا يعني ننزل. بس يعني سمعت التصريحات اليوم، شلون نقرأ تصريحات وزير الدفاع؟ بالتأكيد تصريحات وزير الدفاع تماها مع موقف الحكومة ومع رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة. وكان وزير الدفاع يقصد من خرجوا باتجاه المنطقة الخضراء أو على جسر المعلق، ولم يقصد الحشد الشعبي باعتبار الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية. لا، كان يقصد صحيح اللي خرجوا يعني ودخلوا المنطقة الخضراء. نعم. لكن التوترات السياسية، على اعتبار أن البعض من القوى السياسية اعتبرت اعتقال قاسم مصلح استهدافا سياسيا. نعم. وبالتالي هذا جاء ضمن سياق ما يعتقد به البعض. ولكن بالرجوع إلى كلام الشيخ الفاضل عبد الأمير، حقيقة إذا كانت هناك قوات أمريكية قد اعتقلت قاسم مصلح فهذا مخالف للدستور وفق المادة 20 التي لا يجوز فيها تسليم أي عراقي إلى أي جهة أجنبية. وبإمكان وإذا كان فعلا هذا ما حدث، بالإمكان الذهاب. ده قال لك يعني القوات الأمريكية كانت مع القوات العراقية، صح له لا شيء؟ ولكن نعم، هذا لا يجوز. ساندة تحدد، قال لك بس فقط ساندة. حتى وإن كانت ساندة هناك، لأنه لا يحق القوات الأمريكية اعتقال أي شخص أو المساعدة في اعتقال أي شخص
أو الإسناد في اعتقال أي شخص عراقي داخل الأراضي العراقية. ممكن أن تقدم معلومات، ممكن أن، لكن أن تكون ساندة هذا مخالف للمادة 20 من الدستور. وبالإمكان يعني ما أعرف على شنو استند الشيخ يعني بصراحة، والكتل بعض الكتل الشيعية على أنه القوات الأمريكية كانت قوات ساندة، يعني بصراحة ما نعرف على شنو استندوا، لأن الحكومة صرحت أنه كانت العملية عراقية 100%. خلي أسأل الشيخ وأرجع لك حتى ما جاء به إذا سمحت لي. إذا سمحت لي، هذا ما جاء به المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أو على لسان القائد العام قوات المسلحة بأنها قوات عراقية. نعم. ويعتقد هي يعني تابعة يعني قوة خاصة تم الاعتقال، لكن لم يذكر هناك قوات أمريكية. لكن سمعنا موضوع أنه اشتركت قوات أمريكية ليس اليوم، منذ اللحظة الأولى التي تم اعتقال فيها في منطقة الدورة. بالإمكان يعني الذهاب إلى تقديم الأدلة إلى مجلس النواب، وهذه مخالفة دستورية إذا تم فعلا هناك قوات أمريكية قد ساندت أو اشتركت في عملية الاعتقال وفق المادة 20 من الدستور. نعم. والتي لا يجب، حتى البعض ذهب بأنه القاسم مصطفى قد استلمته القوات الأمريكية، يعني هناك ضبابية رمادية في الموضوع. خلي نشوف. على اعتبار أنه هذا تحقيق وهذا لا يجوز يعني التصريح فيه أين مكانه وكيف يجري التحقيق، وبذلك هذه الضبابية. نعم. وهذا يعني حقيقة أربك الجميع يعني. نعم. خلي نشوف سيد يعني تعيبان، يعني سيادة النائب، يعني التصريح الناطق الرسمي يقول لك كانت قوات عراقية، من جاي بها القوات الأمريكية المساندة؟ وأيضا حديث، والبعض تحدث يعني أيضا نحن نسمع كإعلاميين ونسمع يعني بعض السياسيين اللي يتحدثون، يعني يقول لك السيد قاسم مصلح كان يعني متورط بدماء المتظاهرين في بعض المحافظات، وأهاليها يعني المتظاهرين اشتكوا عليه منها، تقول أنه الحشة السيد قاسم مصلح رفض أنه يدخلون الدواعش إلى منطقته يعني بإسناد أمريكي، فتاهت علينا يعني والله صار إرباك في هذا الموضوع يعني، وهو واحد يعني 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 شخص من الأشخاص اللي دائما يذهبون إلى القضاء والقضاء يصدر عليهم مذكرات، وما يعني أكو خلط بالأوراق. شنو اللي يصير ما نفتهم؟ ما طرحوا الأخوة الدكتور أستاذ نجيم والأخ أبو طيبة سيادة اللواء المحترم، طبعا هو الصح وهو الحقيقة، وأتمنى أنه الحكومة أن تسمع نص المادة 20 اللي يتحدث بها السيد اللواء. نعم. لكن أنا أقول متى الولايات المتحدة الأمريكية صغت لطلب عراقي سواء كان تشريعي أو تنفيذي؟ نعم. ألم يصدر مجلس النواب قرارا بإجلاء القوات الأمريكية، ويظهر ترامب أمام الإعلام على الهواء يقول نحن لا نخرج من العراق؟ نعم. التدخلات الأمريكية أصبحت واضحة وفاضحة لدى الجميع، والدليل ما حصل أول البارحة. نعم. يعني منصات المقاومة للطائرات من قبل منظومات المقاومة أو منظمات السيرام اللي بالمنطقة الخضراء تطلقها القوات الأمريكية وتسبب حالة رعب وهلع للمواطنين في بغداد، وسقطت على كثير من البيوت في العاصمة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية محتلة ومستهترة، وتدخل في أبسط الأمور بالشأن الأمني والشأن الاقتصادي. لذلك على الحكومة وعلى السيد الكاظمي أن يكون حازما في إيقاف هذه التدخلات. الأمريكان يمنعون الطائرات العراقية من الطيران فوق حوران، يمنعون القوات العراقية في قواطع معينة من جهة سوريا من منع الدواعش. الأمريكان يتدخلون في القرار السياسي، الأمريكان يتمردون على قرار صدر من أعلى سلطة تشريعية في البلاد، سلطة الشعب، مجلس النواب. فالتدخلات الأمريكية وتجاوزاتها واستهتارها وضغوطها على أي حكومة تجي سواء حكومة السيد الكاظمي، حكومة عادل عبد المهدي قبله، وتعرفين حصل ما حصل من أمور كثيرة أدت إلى الإطاحة أو استقالة حكومة السيد عبد المهدي. بالنسبة مثل ما تفضل الأخ القصاب أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. السيد قاسم هو الآن بقبضة الحشد الشعبي، تم تسليمه،
والقضاء ياخذ مجرى. فاذا كان يعني بس نقطه يعني الحكومه والقوات الامنيه انطتوا للامن الحشد الشعبي؟ طبعا، لانه هو الحشد الشعبي هو مؤسسه من المؤسسات، يعني سلموا الامن الحشد الشعبي. نعم، والتحقيق جاري والقضاء تحت اشراف القضاء، فاذا كان مدان وعلي ادله فالاعتياد القضاء ياخذ مجرى، واذا كان بريء ايضا هو يطلق صراحه وما كان. لكن التسريبات يعني والحديث الصريح يعني يعرف سيد نجم يقولون لا، السيد قاسم مصلح هو تحت القوات او يعني عند القوات المشتركه، يعني مو عند امن الحشد. حتى اذا كان عند القوات المشتركه يعني هي قوات عراقيه، قوات يعني هاليوم معكم ومعكم اعتراف. لكن ليش الاشكالات اللي صارت اذا معكم اعتراف؟ الاشكالات هي مو طريقه، انا قلت لك طريقه يعني القاء القبر عليه، وجود الامريكان وجلبه الى بغداد بدون علم قياده الحشد، وهاي اللي ثارت يعني غضب الحشد وجمهور الحشد، وحصل اللي حصل. ولكن وجود الحكماء من دوله رئيس الوزراء يعني يشكر على موقفه، والاخوه يعني قاده الكتل السياسيه، وحتى وزير الدفاع عن تصريحاته اليوم تخابرنا انا وياه يعني البارحه، انا كان عندي لقاء في احد القنوات فعاتبته، فاليوم خابرني وقلت له يابا احنا اذا عدنا برنا وانت عندك اف 16 فمو تقتلنا وترمينا بالاف 16 مالتك، احنا اخوان واحنا ابناء وطن، وانا متيقن بانه الجيش العراقي هو حبيبنا وهو جيشنا، واحنا من نقول الجيش العراقي انقدس تقديس يعني ما عدنا. وبكره يعني اذا الجيش العراقي اطلق النار على الحشد لا تصورين تطلق نار مقابله اتجاه الجيش العراقي ابدا. يعني واذا ردنا مثلا صار زعل على الجيش العراقي ننزع هدومنا بالصدور، يعني نتلقى مو بسلاح. هذا جيشنا وهذا هيبتنا وهذا علمنا والقادة قادتنا. وإحنا جزء من هاي المنظومة. لكن التدخلات الأجنبية، التدخلات الدولية هي اللي خلقت هاي الفتنة، وهي اللي خلقت الفرقة، وهي اللي خلقت هاي الأمور اللي قاعد تحصل بالبلد. يعني كلامك جميل جميل جدا شيخ، وأكيد يعني جيشنا العراقي بكل صنوفة يعني أعطى صورة يعني جميلة جدا. تحدث يعني أيضا وزير الدفاع أنه الحشد الشعبي كان مكمل للجيش العراقي في الانتصارات اللي حدثت في المناطق اللي استحل داعش، أيضا الحشد البيشمركه العشائر اللي شاركت يعني كان لهم كلهم صور جميله مشرفه في تاريخ هذا البلد. ان شاء الله تستمر. فاني اشوف هذه الروح التفاؤليه للعصائب من خلال النائب تعيبان، اتوقع ان الامور تحلحلت حقيقه ان شاء الله حقيقه بينكم وبين السيد انا وزير الدفاع بينكم وبين السيد الكاظمي. والسيد الكاظمي اخونا ايضا، يعني هو بالعكس كان حكيم في احد الحلقات، يعني كنت مهدد تقول انا السيد الكاظمي مهددني، هسه اليوم راحت كلها. ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. صفيت القلوب ويا سيد الكاظمي. لا، هو احنا العراقيين دائما ننفعل بسرعه ونرضى بسرعه، يعني هذا مزاج الشعب العراقي. شعب طيب وشعب ثوري، شعب ثائر. فهي يعني لولا حكمه الطرفين يعني باللي حصل كان تصير الامور لا تعرف يعني لا تحمد عقباها، ولكن حكمة دولة رئيس الوزراء وحكمة الأخوة في الحشد وقيادة الحشد والكتل السياسية الحمد لله عبرناها وإن شاء الله منتهي. إن شاء الله أكيد، يعني نحن هذا الشيء شرفنا سيادة النائب. نتمنى من خلال الأزمات وافتعال الأزمات سيد نجم، يعني تحدث سيادة النائب يقول لك أكو أيادي خفية، ربما هذه الأيادي خارجية تحاول تعكر يعني الشارع العراقي، وأيضا تجر الحشد للمواجهة، وأيضا في يعني حديث يعني ربما خلف الكواليس من السيد التعيبان يقول لك أكو ناس تدفع بالسيد الكاظمي أو تجر السيد الكاظمي في هذا الاتجاه خارجية. فبعد ما قعدوا وحلحلوا الأمور وصفوا القلوب إن شاء الله الأمور تمشي بالاتجاه اللي يخدم بلدنا. تفضل سيد نجم. يعني بالتأكيد يعني مثل ما تفضل الشيخ، وأنا أضيف له ترى العراقي دائما صوته عالي وقلبه خالي، وعلينا أن نفكر يعني إحنا قدرنا كشعب منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ربما حصل استقرار نسبي
ثم انقلابات، ثم سحل، ثم انقلابات، ثم دكتاتورية، ثم نعم. حصار وطائفية وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. يعني احنا نعم. هاي المشاكل وين راح توصلنا؟ نعم. يعني ينبغي على النخب السياسية بين قوسين الأبوية التي تحكم البلاد نعم. التي صاحبة القرار السياسي والسيادي أن تنظر للدول، بعض الدول المجاورة إن لم يكن كلها، أين كانت وأين الآن، وأين كان العراق وأين العراق الآن. إذن يا سيد الفاضل نحتاج إلى آباء سياسيين. إذا رأيت دولة فاشلة فهذا الفشل بنخبها، وإذا شفت دولة ناجحة راسخة بها قوانين، بها ضوابط، بها روابط، بها سياسات، سياقات، مؤسسات، بالتأكيد آبائها ونخبها. نعم. لكن سيد نجم أريد أسأل، يعني خليني أسأل، بما أنه صافت القلوب بين العصائب والسيد الكاظمي والأمور تمشي باتجاه خدمة هذا البلد، خليني أسأل سؤال مهم جدا. البعض يقول لك أيضا يعني يريدون بعض الشخصيات السياسية تبقى بهذه الحكومة، يعني وأيضا تدفع بالسيد الكاظمي لاختلاق أو افتعال بعض الأزمات حتى تبقى الحكومة، هل هذا صحيح؟ وأنت سمعت هذا الحديث يعني في فضائيات وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نتحدث بصراحة، أولا يعني ليس دفاعا ولا ناطقا أنا باسم السيد الكاظمي. السيد الكاظمي لو أي شخص غيره كان ما حدد الانتخابات في شهر السادس ثم تحولت إلى شهر العاشر. الأمر الآخر، لو غير شخص السيد الكاظمي كان استغل الوزارات، استغل المناصب، استغل السلطة، الدولة. الأمر الثالث، السيد الكاظمي كلنا شاهدنا كيف كانت التجاوزات على شخصه. أنا اليوم ما أقف مع السيد الكاظمي لأنه شخص أو صديق أو قريب أو كان زميل لي، وإنما أحسب له أنه يمثل العراق. نعم، لكن زعلان منه سيد لتعيبان والعصائب، هذا اللي افتهمت منه، أنه يقول لك تواجد القوات الأمريكية، صح لو لا؟ صح لو لا سيد تعيبان؟ كان على تواجد القوات الأمريكية أثناء الاعتقال. أي طبعا، هي بس هذه يثير مشاعر أي عراقي. احنا عراقيين. فقط هذا الزعل اللي كان على السيد الكاظمي. لا، أولا شوفي، السيد الكاظمي لا يملك كتلة عددية نيابية داخل السلطة التشريعية، وبما أن نظامنا البرلماني من يمنع من جاء بالكاظمي وصوت عليه خلي يقيلوه إذا كان سلبي أو إذا كان موزيا أو إذا هو الذي أبقى الأمريكان. الأمريكان من الذي جاء بهم؟ أليس هناك كان مطلب حكومي قبل الحكومات السابقة؟ لا. النقطة الأخرى، هل إنه يستطيع الكاظمي خلال 6 أو 8 أشهر أو سنة يخرج الأمريكان ويقوي الاقتصاد ويوفر الأمن ويحاسب الفاسدين ويجري الانتخابات؟ الكاظمي شوفي، أنا أقول وقلت سابقا، لا يستطيع أن يستقطب القوة المجتمعية والمرجعية في النجف ورجال الدين ورجال العشائر والشعب العراقي إلا بقرارين أو بإرادتين. الإرادة الأولى التي جاءت به ليصبح رئيس وزراء أن يكشف ويحاسب من الذي قتل المتظاهرين. راح يقدر؟ إذا ما يقدر المفروض ما يقبل، هاي وحدة. اثنين، إذا بقت هاي المناكفات وإذا يعتقل واحد وكلها تقب عليه، لا ما يقدر. الأمر الثاني، إذا ما حاسب، هسه ما أقول كلهم وإنما جزء من الفاسدين كم رأس كبير، لا تستطيعين السيد الكاظمي يقف معه الناس. أما إذا أراد أن يسلك سلوك السيد عادل عبد المهدي، يرضي الكل ويزعل الكل أو يتقرب إلى هذا من أجل ذاك، أنا أقول سيكون مصيره كمصير عادل عبد المهدي. إلى الآن السيد الكاظمي يتقدم خطوة ويرجع خطوتين، فأصبح كان وما زال مترددا. ينبغي عليه، لأن دائما تعتبر الجرأة هو رحم المنجز، أما التردد أو التخوف هذا يعتبر عقيم. القائد الشجاع والجريء عندما يتخذ قرار وينفذ القرار. يمكن يتفق وياي سيادة اللواء لأن هو كان قائد عسكري. خليني أنتقل لسيادة اللواء حتى لا نأخذ من وقته. سيادة اللواء، يعني وجود استعراضات مسلحة قبل الانتخابات مع قرار بتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة ودورها في مراقبة الانتخابات، أريد أعرف هل يمكن أن نصل إلى عدم الاعتراف الدولي بالانتخابات والبدء بوصاية دولية كما ينص القانون؟ لا أعتقد ذلك، لكنه المظاهر المسلحة التي عقبت اعتقال قاسم مصلح
أرسلت رسائل سلبية للمجتمع الدولي، ليس فقط إلى الداخل العراقي ولكن أيضا إلى المجتمع الدولي. نعم. وأصبح التشكيك في الانتخابات يعني ارتفع منسوب الشكوك حول الانتخابات القادمة في أكتوبر أو تشرين القادم. نعم. وحتى وضح أنه أنا ما كنت أقصد قانوننا، يعني كنت أقصد القانون الأممي يعني الدولي. فضل. لا، احنا لسنا تحت البند السابع، احنا خرجنا من البند السابع، يعني لسنا تحت البند السابع حتى نكون تحت الوصاية الدولية. لدينا حكومة ولدينا برلمان وهناك يعني عملية ديمقراطية، ولو كان أنا أقصد إذا ما اعترفوا بالانتخابات سيد ماجد راح تكون يعني هذا قصدي، مو قصدي أنه نحن تحت البند السابع أو خارجين من البند السابع، يعني إذا مشت المظاهر المسلحة والانتخابات بالتأكيد يعني نذهب إلى الفوضى والهاوية، ربما ينفذ قانون يعني دولي. بالتأكيد سوف يكون لها موقف المجتمع الدولي من الانتخابات إذا يعني استمرت هذه المظاهر المسلحة وأجريت الانتخابات في أكتوبر، وبالتالي قد يتم التشكيك في نزاهتها وفي صحتها. أعتقد سيكون موقف للمجتمع الدولي، وقد يذهب أيضا هناك مجلس الأمن إلى إصدار قرار بذلك. وبالتالي اليوم النظر إلى المصلحة الوطنية العليا اليوم هو الأهم، وترك الخلافات أعتقد حتى نستطيع أن نفكر بالمصلحة الوطنية العراقية أولا، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة. حقيقة هذه المرحلة قبل الانتخابات مرحلة صعبة، والأصعب منها وما بعد الانتخابات، لأنه أيضا هناك الكثير من يعني سوف تفرز هذه الانتخابات يعني نتائج قد لا يرغب بها بعض التحالفات وبعض القوى السياسية. وبالتالي اليوم احنا امام مرحلتين، مرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات. اعتقد اليوم الحوار والتفكير بالمصلحة الوطنية العراقية وهو يعني ان يكون هدف موحد لكن للجميع سيد حتى نتجنب هذه يعني نتجنب يعني بس اريد اتحدث عن نقطه سيد ماجد، يعني نحن نعرف في كل الانتخابات اللي يعني جرت من 2000 يعني من 2004 الى هذا اليوم، يعني من 2006 و10 2006 و10 و18، خلينا نتحدث عن كل الانتخابات قبلها نشهد ازمات كبيره بين كتل سياسيه، بين احزاب، يعني بين يعني بصراحه مكون واحد، بين سلاح منفلت بصراحه، يعني هذه يعني نحن عشناها، يعني ما راح نتحدث يعني وتعودنا عليها. لكن هذه الانتخابات البعض يتخوف مختلفة منها يعني كثيرا مختلفة. بسبب يعني كل شيء مختلف بها، كل شيء يعني اريد اعرف شنو سبب الاختلاف مختلف. اللي انت تنظر له من خلال نظرتك العسكريه. لا اذا سمحتي لي يعني ما يعني صوتي قطع عندي، بس هذه الانتخابات مختلفه عن عام 2016. نعم. هذه جرت في ظل احتلال كان موجود، احتلال امريكي. انتخابات عام 2014 كان في ظروف احتلال تنظيم داعش لثلاثه محافظات عراقيه. صحيح. 2018 جرت اجريت كتحصيل حاصل لما افرزته المعارك ضد تنظيم داعش. نعم. والتي اسست وخلقت ايضا كيانات سياسيه اخرى دخلت الانتخابات. 2022 مختلفه طبعا. نعم. هناك الكثير من التقاطعات السياسيه، هناك انقسامات افقيه، هناك من يريد الانتخابات ان تجري عام 2022 في ايار، يعني عام 2022، لانه على اعتبار يدرك ان قاعدته الانتخابيه قد تآكلت قليلا. نعم، انتهت. واخرين يذهبون الى الانتخابات المبكره على اعتبار ان قاعدته الانتخابيه جاهزه بالكامل. وهناك ايضا لا ننسى التحديات، وما هسه اليوم نتكلم عن هذه السلاح واستخدام القوه خارج اطار القانون، والانفلات ايضا في استخدام السلاح، هذا سوف يؤثر كثيرا على الانتخابات القادمه.
وبالتالي اليوم يجب إيجاد مقاربة إذا أردنا فعلا إجراء الانتخابات في وقت مبكر في تشرين القادم. نعم. ولو هناك الكثير من الشكوك في إجراء، لا أنا أقول لك أن يعني الانتخابات راح تجري في وقتها أو راح أصير بوقتها المحدد. خلي أنتقل للشيخ، شيخنا إن شاء الله. شيخنا يعني في ظل هذه الظروف اللي نعيشها 4 أشهر 5 أشهر تفصلنا عن الانتخابات، يعني القرار الأممي، القرار الدولي، القرار العراقي، أغلب الكتل السياسية والأحزاب يعني ماضية أنه الانتخابات يوم 10/10. نعم. وراح تنظر الانتخابات، لكن الحملات الانتخابية اللي بدت يعني صراحة بصراحة من الآن، والصراعات اللي موجودة على إثبات الوجود في هذه الانتخابات، ربما تربك الشارع العراقي، وربما تختلف عن الانتخابات السابقة، وربما يعني هاليوم يعني في ظل وجود يعني سلاح يعني كبير كثير لكتل وأحزاب سياسية كبيرة مشاركة بالعملية السياسية، ربما الوضع ذاهب إلى الهاوية. لا أنا ما يعني أطابق مع وجهة نظرك بأنه الوضع ذاهب إلى الهاوية، يعني احنا مرينا بظروف أخطر من اللي مرينا بها. يعني تتذكرين مثل ما تفضلوا الأخوة بأنه بال 2014 احنا يعني داعش احتلت ثلث العراق وصارت انتخابات. نعم. وإجا حيدر العبادي في ظرف قاهر. نعم. ونجح في إدارة الأزمة الحربية أو الأمنية والداخلية أيضا، فما صار عندنا أي، حتى يعني في وقتها اشاعت بانه الرواتب بعد ما وقدرنا ان نعبر ذيك الازمه، الان احنا ما نمر بهيك ازمات. نعم. الصراع الانتخابي او التسابق الانتخابي هو حق مشروع، ولكن عندما يخرج عن اصولياته عن اساليبه الصحيحه. نعم. فهذا امر غير مقبول. نعم. وهذا بالعكس ياثر على الكتل السياسيه اللي راح تستخدمه، لانه الشعب العراقي راح ينفر. نعم. وراح يقاطع الانتخابات وما راح تطلع نتائج يعني يقبل عليها الراي العام الدولي والراي العام الداخلي. نعم. والمرجعيه ايضا، فعلى الجميع أن يعمل بأسلوب الصحيح، الأسلوب اللي يعني اللي يرضي الشارع عنه. نعم. هو اللي يريد يكسب جمهور، يأذي الجمهور لو يكسبه بطريقة. نعم. ويرضي. أكو أحزاب فقدت جمهورها وفقدت قاعدتها الشعبية، يعني ذولا يعني نسبتهم قليلة. نعم. والمزاج العراقي الآن مهيئ للانتخابات حتى وإن حصلت، ولكن تحصل. نعم. هنا وهناك مسألة طبيعية، ولكن واجب الحكومة واللي تتحمل الحكومة، ومثل ما أتحمل دولة رئيس الوزراء وتعهد أمام مجلس النواب، هو أول شرط فرض سلطة النظام والقانون. نعم. يجب أن يفرض القانون لكي تكون هناك انتخابات مريحة، والكتل السياسية يجب أن تدعم رئيس الحكومة في فرض سلطة النظام والقانون حتى تطلع لنا نتائج. يعني راح تمضي الانتخابات 10/10 إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم مصرين. إحنا كفتح. نعم. يعني أعلن السيد هادي العامري رأينا بأنه لابد أن تقام الانتخابات 10/10/2021. ايش قد راح تطلعون الفتح؟ والله هذا استعداداتكم للانتخابات. احنا واثقين من جمهورنا. نعم. واثقين من ادائنا، وراح نحصل على نتائج جيده ان شاء الله تعالى. نعم. نعم. العصا والفتح محافظ. نعم. على كل تشكيلاته، يعني تدرين انت اشيع بالشارع العراقي بانه تفكك. نعم. صار به تصدع، لكن لا احنا موجودين كبدور وكعصائب او صادقون وسناد، وأذني كلهم تأخوتنا يعني. نعم. تشكيلاتنا يعني محافظين على وضعنا، وتم توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية. نعم. ومشت الأمور. يعني بالسابق خليني أتحدث ويا السيد تعيبان، يعني ولا تزعل مني، أنا أتحدث تساؤلات يمكن أنت تشاهدها وتسمعها. يقول لك بالسابق بال 2018 حصلت فتح أصوات عالية بسبب يعني الانتصار على داعش، وبسبب يعني. نعم. القوات الحشد الشعبي الموجودة. اليوم شوية خف هذا، خفت هذه العوامل. منو يا كتلة سياسية ما تعرضت للتصدع؟ قلي لي من الجميع، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية، مسألة طبيعية. لكن. نعم. اليوم يعني طريقة عرض المرشح وطريقة عرض البرنامج الانتخابي أو الأسلوب للشعب العراقي هي تتبع يعني رأي الشعب العراقي، فاللي ما يريد الشعب العراقي. نعم. هذا يعني خلاص الكل. نعم. ما يريده. تحالفاتكم محافظين عليها. نعم. نعم. كفتح تشكيلاتنا. نعم. واحنا من تطلع النتائج اعتيادي يعني نفس الدوله بعدها تدعمكم يا دوله، يعني بعدك الدوله تدعمكم لو جرت ايده منكم. احنا بالنسبه لنا اول دعم انه هو الشعب العراقي. نعم. وكل التيارات السياسيه اللي موجوده بالعراق، فاحنا لا نتهم
كل الأطراف الموجودة هي مدعومة من الخارج. خليني أنتقل لسيد نجم القصاب، يمكن ينطيني هي بطريقة لأنها أختم أوضح. يعني سيد نجم، كل كتلة، يعني واحد، إحنا إعلاميين وأنتم أيضا محللين وسياسيين، نعرف أنه كل كتلة وراها جهة تدعمها دولية، إن كانت سنية وإن كانت شيعية وإن كانت أي كتلة يعني موجودة. هل اختلفت المعايير لدول كانت تدعم شخصيات وكتل في دورة 2018 وتغيرت المعايير كلها؟ لو بقت نفس الدول تدعم بقوة ربما وتعتبر صراع الوجود في هذه الانتخابات؟ بالتأكيد هناك متغيران. المتغير الأول ما حصل في العالم من كساد وانتشار فيروس الكورونا والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت بعد انتشار هذا الفيروس. النقطة الأخرى، الأحزاب التي تقدمت وشاخت تراجعت وتلاشت، وهذا ما أثبتت به الجماهير في تشرين 2019، فجعلت الدول التي كانت داعمة لهذا الطرف أو ذاك الطرف بأن الناس والشعب غير مقتنعين بهم. لأن 2018 ذهبت كتلة الفتح وكانت تدعمها إيران، وذهبت كتلة فلان جهة وكانت تدعمها أمريكا والسعودية، يعني هيك الكتل يعني كانت موجودة على هذه. أريد أعرف تغيرت المعايير مع الدول، يعني لو بقت الدول أيضا اللاعب الرئيسي في دعم بعض الكتل والشخصيات، وهذا مو حديثي، حديث يعني الشعب العراقي. لا أنا جاوبتك، أنا جاوبتك، قلت لك الدول اللي كانت داعمة 2018 و14 تغيرت، حتى كانت مختلفة مع بعضها، الآن أكو هناك مفاوضات وتقارب حقيقي. الأمر الآخر والنقطة الأهم اللي أشير إليها هو قانون الانتخابات. بعد ماكو شخص أو زعيم سياسي يحصل على 600,000 صوت ويصعد وياه 40 نائب وكل نائب يحصل له 200 صوت. الآن الصعود للبرلمان احنا نسميه بالعراقي بدراعه، بحب الناس إليه، بقرب للناس. ماكو واحد عايش بدولة أوروبية ويجي يرشح بمنطقة أو محافظة ويحصل على 150 صوت ويصير نائب، بعدين لا الناس يشوفوه ولا يجاوب على اتصالاتهم. الآن هذا التغير قد اختلف. أولا قانون سانت ليغو تم استبداله بقانون الدوائر المتعددة، وأنا أسميه قانون الملاطقي، وهذا أفضل شيء في كل عالم يجي. والأمر الآخر، الوجوه تغيرت. الجيل الأول سيغادر الحياة السياسية ونعول على جيل جديد حتى يقدم ما يقدم ويحاسب ما يحاسب. عندكم وجوه جديدة؟ عندكم وجوه جديدة؟ لا كلامه منطقي. لا وجوه جديدة عندكم؟ دكتور نجم كلامه منطقي وأنا دائما أقوله. يجب يعني انتهى على العامل الخارجي؟ لا يعني في ظل تقارب إيران يعني والسعودية؟ يعني العجائز العجائز يجب أن يغادرون الساحة السياسية حتى الشباب تستلم البلد وتبنيه بطريقتها العصرية الحديثة. لا العامل الخارجي ما ممكن بوجود هذا الضعف الداخلي والانشقاق الداخلي والتصدع بالموقف السياسي، فالعامل الخارجي موجود. هذا كلام صحيح، ما ممكن ينتهي. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي، شكرا جزيلا. واليوم الختام هو عن نبأ يمكن الناس اطلعت عليه كنبأ عادي، بس بالحق الله مصيبة هذا النبأ. النبأ يقول أنه 152 مواطن يستلمون 6 معاشات، و463 مواطن يستلمون 5 معاشات، و972 مواطن يستلمون 4 معاشات، و63 ألف مواطن يستلمون 3 معاشات، وأقل من نصف مليون يستلمون معاشين. هذه المعاشات المتكدزة يعني والكثيرة تكلف الدولة 18 مليار و900 مليون دولار. الله عليكم، مو هذه الأموال تكفي لبناء بحدود 50 مصنع سنويا؟ وإذا حافظنا عليها نستطيع خلال 3 سنوات أن نبني أو نقضي على البطالة اللي بالبلد. بس هاي مشكلة ويا من نحكي ومن يسمعنا كلامنا، مع الأسف يسمعوا المواطنين، لكن بعض السياسيين الحكاية اللي ما تعجبهم والله ما يسمعوها، ويبقى حال هذا المواطن المسكين لا حول ولا قوة. ناس تأخذ 6 معاشات رواتب، وناس صعبة عليها لقمة العيش. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.